بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 21 في موضوع الدلتا بيتا ثلاسيميا. موضوع سهل جدا، حنتكلم على الدلتا بيتا ثلاسيميا وحنتكلم على هيموغلوبين اسمه هيموغلوبين ليبور، سهل كمان جدا. طيب تعالوا نشوف ما هو تعريف الدلتا بيتا ثلاسيميا. هي نعرفها أنها في quantitative defect. quantitative defect الدلتا في البيتا، هذا الكوانتيتيف ديفكت بيؤدي لو كان هيتروزايجس يعني في 1 كروموسوم حيؤدي الى ديكريز في الهيموجلوبين A وفي الهيموجلوبين A2. شايفين حيقل الهيموجلوبين A والهيموجلوبين A2 لانه في 1 كروموسوم، لكن لو كان قضيه انه هوموزايجس في 2 كروموسوم ده معناها حيكون في ابسنت تماما للهيموجلوبين A والهيموجلوبين A2. طبعا هذا الديفكت سواء كان هيتروزايجس او هيموزايجس حيؤدي الى انكريز في الجاما في الجاما تشين. هذا الانكريز في الجاما تشين حيؤدي الى جلوبين تشين امبالانس، وبالتالي حيؤدي الى قضيه انها تكون في مايكروسايتوزيس. طيب تعالوا نشوف الهيتروزايجس في الدلتا بيتا. طبعا الهيتروزايجس بيكون عمليه حصل في 1 كروموسوم، فبالتالي حيحصل ديكريز في اللو في الهيموجلوبين A. بالنسبة للهيموجلوبين A2 ممكن يحصل فيه كمان لو أو يحصل عملية نورمال، لكن النقطة المهمة جدا أنه حيحصل إنكريز في الهيموجلوبين F. ليش حيحصل إنكريز في الهيموجلوبين F؟ وجد العلماء أنه لما يحصل عملية ديكريز في البرودكشن للدلتا وللبيتا يحصل عملية أبريجوليشن للجاما تشين، فلأنه حصل أبريجوليشن للجاما تشين فحيحصل إنكريز في الجاما تصل من 5 إلى 15%. طبعا بالتاكيد هنا في الهيتروزايجس دلتا بيتا ثلاسيميا مايلد اور نو انيميا حيكون في مايكروسايتوزس وهايبوكروميك، وغالبا حتكون ممكن تكون مايلد او تكون ما فيش انيميا. طبعا هذه بالكابلري الكتروفوريز زي ما انتم شايفين اللو هيموجلوبين، هيموجلوبين A طالع 89 هنا فاصل 1، كمان الهيموجلوبين A2 طالع 2.8 هنا طلع في النورمال، لكن النقطة الكاركترستيك ان الهيموجلوبين F طالع هنا من 5 الى 15 هنا طالع طبعا 8.1 الهيموجلوبين F، ودي واحدة من الكاركترستيك. طيب في نقطة مهمة جدا حنشرحها في المحاضرة القادمة اللي يسموها الهيرديتري بيرزيستنس اوف فيتال هيموجلوبين. هنا بيزيد الهيموجلوبين F فيها وحنشرح البرنسبل حقه في المحاضرة القادمة أكثر من 15%، لكن كيف نفرق بينهم؟ هذه في الهيرديتري بريزيستنت فيتال الهيموجلوبين بتكون نورموسيتيك نورموكروميك. هذا السكيم اللي تكلمنا عليه احنا فقط يهمنا الماكروسايتوزس والهايبوكروميا. طيب لما يكون هيموزايجس، الهيموزايجس ما معناها؟ معناها ان التو جينز في التو كروموسوم حصل لهم عمليه انه ديليشن، فبالتالي غابوا تماما، غاب الهيموجلوبين A وغاب الهيموجلوبين A2 تماما، فبالتالي هنا حتكون عملية مودريت إلى كرونيك هيموليتيك أنيميا وشبيهة بالثلاسيميا ميجر. الأكيد مايكروسيتيك هايبوكروميك، وشايفين الهيموجلوبين حيقل وكمان الـ MCV حتقل. طبعا أكيد لما نعمل إلكتروفريسيس، طبعا هذه بقضية الكابلري، شايفين 100% الهيموجلوبين F لأنه ما فيش معايا لا هيموجلوبين A2 ولا هيموجلوبين قضية البيتا ما مش معايا، فبالتالي هيموجلوبين F هو اللي حيكون موجود. هذا السكيم اللي تكلمنا عليه، احنا نتكلم على زي ما قلنا على قضيه الماكروسيتيك هايبوكروميك. تعالوا نشوف الجينيتيك كاونسلنج لها. لكم ان تتصوروا لو شخص زوج مثلا عنده ديفكت هيتروزايجس في قضيه دلتا بيتا ثلاسيميا، والزوجه ما عندهاش اي مشكله، 50% من الابناء حيكونوا نورمال و50% من الابناء حيكونوا قضيه عندهم دلتا بيتا ثلاسيميا تريك. طيب لو كان الزوج حامل او كارير عنده دلتا بيتا ثلاسيميا تريت والزوجه كمان عندها بيتا ثلاسيميا تريت، تخيلوا 25 من اي ولاده حيكونوا نورمال، 50% من اي ولاده حيكونوا دلتا بيتا ثلاسيميا، و25% من اي ولاده حيكونوا دلتا بيتا ثلاسيميا اللي هي قضيه الهيموزايجس. زي ما انتم شايفين دي كلها حيكون ده الهيموزايجس. طيب تعالوا نشوف الهيموجلوبين ليبور، سهل هو ديفينيشن حقه وهو كمان سهل. هو عباره الهيموجلوبين ليبور عباره عن كوانتيتيف اند كواليتيف ديفكت في الدلتا والبيتا. يعني ايش كوانتيتيف؟ كوانتيتيف معناه انه حيحصل ديكريز في قضيه في الدلتا والبيتا، فبالتالي حيحصل ديكريز في الاي 2 وفي كمان حيحصل ديكريز في الهيموجلوبين A.
هذا ككوانتيتيف. كواليتيف ما معناها؟ معناها انه حينتج هيموجلوبين جديد فنسميه ابنورمال هيموجلوبين، ده نسميه اذا كواليتيف. اذا مهم جدا التعريف بالنسبه للهيموجلوبين اللي فور، انه كوانتيتيف حيحصل ديكريز، كواليتيف حيحصل نشوء لقضيه هيموجلوبين جديد. هذا الهيموجلوبين اللي نشا جديد نسميه هيموجلوبين اللي فور. طيب تعالوا نشوف كيف الباثوفيزيولوجي حقه. الان معانا كروموسوم 11 وكروموسوم 11، لو ما يحصل عمليه في المايوزيس نورمال كروسنج اوفر، ان البيتا تحت البيتا والدلتا تحت الدلتا والجاما تحت الجاما بشكل طبيعي، ما في اي مشكله خالص. لكم ان تتصوروا لو الاتي، لو اصبح عمليه الان البيتا ما عاد تحتاج البيتا، ان الدلتا تحتها قضيه البيتا في طبعا في طور المايوزيس، ده يسموه ان ايكوال كروسنج اوفر. فشايفين الان الدلتا تحت البيتا، فايش اللي حيحصل؟ حيحصل الهيموجلوبين لبور. ما هو الهيموجلوبين لبور؟ هو عباره عن قضيه انه حصل فيوجن بتوين الدلتا والبيتا في جين لوحده مع بعض. هذا الفيوجن لهذا الجين الابنورمال نسميه هيموجلوبين لبور. اذا هو عباره عن بارشل ديليشن للدلتا وللبيتا. هذا البارشل ديليشن بيؤدي الى ابنورمال فيوجن لقضيه الدلتا والبيتا فورميشن. لو ما يحصل فيوجن للجينز حتى الدلتا والبيتا نسميه هيموجلوبين لبور. الجزء الاخر طبعا حيسأل الآن، هل البروموترز اللي حيحفز البرودكشن لهذا الهيموجلوبين الجديد، هل هو بروموتر للدلتا ولا البيتا؟ وجدوا أن البروموترز هو للدلتا، فبالتالي الهيموجلوبين لبور حينتج بقضية تقريبا بنسبة 10%، تقريبا around 10%. طيب النقطة الثانية المهمة، أنه في معنا أنتي لبور الجزء الآخر، شايفين عملية انه في معنى الجزء الاخر ان القضية الدلتا حتكون في الاذر كروموسوم نفسها، الجاما حتكون نفسها. ما معنى الكلام هذا؟ معناها انه الهيموجلوبين اي 2 حينتج من كروموسوم واحد، وبالتالي ممكن يكون يقل او في اللور ليميت، لانه ما عادش في الجين الاول او في الكروموسوم الاول حصل فيوجن لقضية الدلتا والبيتا، فما عاد معناش قضية عملية اللي هو الدلتا جين لوحده اللي هيعمل عمليه برودكشن للايتو. طيب النقطه المهمه جدا هنا في الهيتروزايجوس، حيكون شبيه بالثلاسيميا تريت، وبالتالي حيكون مايلد انيميا. النقطه الثانيه انه في الهيتروزايجوس في مايكروسيتيك هايبوكروميك، وفي قضيه التارجت سيل واضحه زي ما انتم شايفين. بالنسبه للهيتروزايجوس الهيموجلوبين لفور حيكون من 7 الى 15%. طبعا هذه بالجل الاستروفريتيك، ولو لاحظتوا هنا حيكون في قضية في الاس حينزل مع الاس باند، وبالتالي دائما احنا نقول عملية الجل الاستروفريتيك حتلخبطنا، لانه الاس ده تخيلوا فيه الاس وفيه الليبور وفيه الدي وفيه الجي. الاس ما في مشكلة، احنا ممكن نتأكد نعمل سيكلين تيست، طلعت نيجاتيف، اذا معي ثلاث احتمالات، هل هو الليبور، هل هو قضية الجي او الدي. فبالتالي هنا حيظهر الليبور، وزي ما قلنا احنا ما نعتمدش على الجل الاستروفريتيك. لو جينا لعملية الكبد الاستروفريتيك بتطلع الهيموجلوبين لبور في زون لوحده تماما، فبالتالي الهيموجلوبين لبور هنا طالع 10.3 في عملية زون لوحده. بالتأكيد عملية الهيموجلوبين الاستروفريتيك قلنا ممكن تقل، لأنها ما فيش إلا معايا واحد كروموسوم في الهيتروزايجوس اللي يطلعها، أو تكون عملية في البوردر لاين. لكن اللي مهم جدا أنه حيحصل إنكريز في الهيموجلوبين إف، على اعتبار ان قلنا بيحصل اب ريجوليشن للجاما تشين فبتطلع الهيموجلوبين إف. طبعا هذا السكيم اللي قلنا عليه، احنا بنركز فقط في المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا اللي هي امامكم الان، اللي بتكلم على قضيه الثلاسيميا. طبعا الهيموزايجوس ما معناها؟ حيحصل فيه دير انيميا، وبالتالي مثلها مثل الهيموزايجوس للبيتا ثلاسيميا، لكنها فيري فيري رير بشكل كبير. انا ما لا توجد انها قضيه في الكتب، غالبا بتكون انها فيري رير. طبعا بالتاكيد الهيموجلوبين لبور حيزداد، لان هنا هيموزايجوس، هيموجلوبين اي حيغيب، هيموجلوبين اي 2 حيغيب، الهيموجلوبين اف اللي حيكون هو الاساس في الموضوع ده. كنت معكم فيما مضى في قضيه الدلتا بيتا ثلاسيميا، وتكلمنا على الهيموجلوبين لبور. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.